أستاذة محامية يعني في هذا الموضوع هذا، واش كان تواصل مع النساء اللي عندهم رغبة؟ واش كتأكدي فعلا بأنه كان نوعا ما ارتفاع في الرغبة في الطلاق؟ بالنسبة للوضعية هي مش الإعلام عن الرغبة في الطلاق، باعتبار اللي وقع تعليق كل الإجراءات اللي كثر اللي فما الاعتداء بالعنف، العنف الزوجي، العنف الأسري. عندنا دي سنتر دابيل، دي نيميرو فيغ اللي خدمنا، معناتها فما دي سنتر دابيل عملتهم الجمعيات الحقوقية، فما كيما هيئة مكافحة الفساد زادة عملت ان نيميرو فيغ، مش ياخذوا لي نيميرو دي فام باتو ou des enfants battus, ils combattent en général la violence conjugale ou dans le cadre de la famille. Ou dans le canon de Tunisie, on a la loi 58 de 2017, qui a aidé à في مركز المرأة وعطت صفة المتضررة وعطتها حماية قانونية، مركز قانوني معين وعطتها حماية. بالتالي اللي تخضع للعنف الزوجي تتصل تغادر المحل الزوجيه، ما تبقى فما حمايه نجم يوفر لها القانون. حتى في الكونفينمون، معناتها البيريود دو كونفينمون، il y a eu des centres d'hébergement des femmes battues ou des enfants battus. Donc c'est la société civile qui a bien travaillé pour que ces centres-là travaillent. احنا لقينا اشكال اللي عندنا تضارب في معناتها قرارات مجلس الاعلى للقضاء، وزاره العدل، مجلس الاعلى للقضاء يقول يخدموا معناتها فيما يتعلق بقضاه الاسره، وباعتبار انه عندنا قضاه مختصين ونيابه مختصه فيما يتعلق بالعنف الزوجي، ومجلس الاعلى للقضاء فما تناقض. بالتالي فما لك القرارات اللي لازم تكون فوريه يتخذها النيابه فيما يتعلق بالنفقه، بالنفقه وبسكن الزوجه والابناء، فما اشكال. بالتالي فما برشا اشخاص تدخلنا مش نحطهم في مركز ايواء موجود في حمام نلف. هو ان مسببات او اللي دفعت الناس للطلاق ماشي فقط العنف الجسدي، يعني ماشي حيت كان الضرب او الجرح او محاوله القتل، راه كاين العنف النفسي، ويمكن هذا هو اللي كثر، لان مثلا الجسدي ملي كتكون ضربه كتكون باينه، كتكون العلامه، في حين العنف النفسي والمعنوي ما كايناش العلامه باينه في الوجه ولا في اليد ولا في الرجل، ولكن العلامات الداخليه فهي ثقيله وثقيله جدا. كاين كذلك اكتشفنا سلوكيات ما كناش عارفينها في الطرف الاخر، كما قالوا الاساتذه تنطلقوا ثلاثه سوايع في النهار لان الخدمه، فلقينا معنا واحد في الدار لا في الرجل ولا في المراه، يعني باش ما يكونش واحد التحيز، يمكن لان المراه كنلاحظوا انها تشكت اكثر ولانها الطرف الضعيف في العلاقه، ولكن راه فيهم بجوج. اكتشفنا شخص مهمل، اكتشفنا معنا شخص لا يتحمل المسؤوليه، تلاقينا بالشخص يعني كنا بحال الا كنعطيو واحد المبرر انه راه ما تهتمش بتربيه الاطفال او ما تهتمش بتربيه الاطفال، علاش؟ لان كاين العمل خارج البيت. فمين تلاقينا في قلب البيت بقاو نفس العادات السيئه، كاين النقير، لي غومارك ديزوبليجونت، المعيور، الهضره، فبزاف ديال الاشياء اللي وصلت لهذا القرار هذا. غير هو دابا القرار خصنا بعدا قبل ما نقول واش صائب ولا غير صائب، السؤال اشنو اللي كيبرر هذا القرار؟ واش حنايا لجأنا للطلاق او لفكره الانفصال لان لقينا ان المعيشه كتستاهل، ولا فقط في حال داك اللي طاحت السمعه علقوا الحجام من ما كنعرفش نقوم بواحد التغيير؟ وطبعا انا ما كنتكلمش هنا على الجانب الجسدي، كنكتشف على العنف الجسدي، كنكتشف على كنتكلم على تواصل، على عدم تحمل الاخر، على ما بقيتش كنبغيك، واش عاد اكتشفتي هذه 20 عام او هذه 5 سنين او حتى بعد عام ونص وانتم معاشرين، عاد دابا عاد لان وقعت واحد شهرين ديال الحجر الصحي عاد ولينا كنكتشفوا اشياء اخرى. فالسؤال اللي خاصنا نطرحه، واش الانفصال هو الحل المشكل اللي حنا كنعيشو، ولا خصني قبل ما نوصل للانفصال نراجع راسي، نشوف شنو التغيير اللي خاصني ندير على مستواي الشخصي، اشنو هو الديزيكيليبغ، اشنو هو عدم التوازن اللي هذا الحجر الصحي فيقو؟ لان بحال ملي كتكون واحد البناء عشوائي او واحد البناء على سبه، هي تجي واحد الريح ولا هذا تيبان الخلل، فراه ماشي الخلل في الريح، الخلل في البناء من الاساس كيفاش تبنى. فطبعا انا ما نقولكش واش قرار صائب ولا غير صائب، طبعا راه مادام ربي حلل الطلاق الا لان كاين حالات ما يمكنناش نبقاو عايشين مع بعضياتنا، ولكن الا لقينا راسنا عايشين مع بعضياتنا 5 سنين 20 عام 10 سنين 25 عام وفتره الحجر الصحي شهرين ولا 3 شهور، لقينا راسنا ما قادرينش نعيشوا، فهنا خصنا نطرحوا على انفسنا الاسئله الحقيقيه، ماشي واش ننفصل ولا ماشي ننفصل، اشنو اللي اكتشفت اللي خلاني نقول يمكن على راسي وعلى الاخر وعلى هذا المجتمع الصغير اللي انا عايش فيه، اللي خلاني نقول انني
العشره تستحيل، ما نقدرش نكمل. وباش كذلك نشوف كما قلتي خصني قبل ما ندوز المساله ديال الانفصال نشوف التبعات كلها، لا على الجانب النفسي ولا على الجانب المادي ولا على جانب تربيه الاطفال ولا على جانب الشخصي ديالي انا. وداك الساعات من نجلس مع راسي ونشوف لو بوغ اي لو كونتر ونستعد لبعد الانفصال. يعني ماشي بقات غير في القرار، هي مجموعه ديال الحيثيات يجب اخذ الاعتبار فيها من الدافع للقرار لما بعد القرار. حنا كيخلعنا الاكتئاب، كتخلعنا لونغواس، كتخلعنا لونكسيتي، كيخلعنا الهلع والتوتر والخوف، كنخافوا من غدا، كنخافوا من المجهول، كنخافوا من شنو كيتسنانا. فكيفاش يمكن يكون تفاعل تعاملنا خاصه وانه المشكل الحالي الناس خايفه من اشنو غيوقع من هنا لغدا؟ نرجعوا كيفاش غنرجعوا، شنو غنديروا، كيفاش غنتصرفوا، كيفاش غنتعاملوا؟ بزاف الاسئله اللي كتطرح. تفضلي. شكرا سكينة، تبارك الله عليك، باسكو tu es en train d'analyser la situation telle qu'elle est. برافو عليك. الوغ ما نساوش سكينة، سي فري كي قلتي وكي قالت لمريم، دابا شنو وقع؟ دابا كانوا certain repères، certain paramètres. حنا بالنسبه لنا جديد بحال جميع الاكثريه ديال دول العالم، ان فيروس كيجي بهاد الشكل بهاد لاغريسيفيتي، يعني شي حاجه جديده. الوغ شنو وقع؟ هذاك لو ريتويل ديال لو كوبل اللي كي قالت الاخت دابا عاد، داك لو ريفونير دو سون بيرو ولا دو سون طراي ولا دو ليكول ولا لا فام عندها واحد لا فام فوي عندها واحد لو ريتويل، عندها كتدي ولي مجموعه ديال الطقوس ومجموعه ديال العادات، يعني توقفت دان سولكو. Ça, c'est tout à fait normal, puis c'est tout à fait naturel. On a le contrôle de la situation. Je n'ai pas le contrôle sur la situation extérieure. Je suis libre, mais j'ai le contrôle. Mais on dit le contrôle. Et l'NFC, on a qui fait, je vais voir ce tahoul, ou qui fait, je vais voir ce hajar sahi. Et donc, on a comme une opportunité, le retour à soi. C'est le confinement, ou le COVID-19. فبعض الحالات نقولوا الحمد لله لان رجعنا ليسونسييل، ليسونسييل ديال الحياه، لا باس ديال الحياه، سي كو ولينا كنفكروا غير في الصحه وتنفكروا غير في لي بيزوان دو باز، لي بيزوان ايسونسييل، ما بقيناش في ديك لا سور كونسوماسيون. كان عندنا كلشي بحال كلشي اكي، لي سالير سون اكي، الخروج اكي، لي فواياج سون اكي، الصحاب سون اكي، اللمه ديال العائله اللي تاكيز. دونك ولينا كنا غادي في واحد لو بيلوطاج كيف تنقول اوتوماتيك، ما كناخذوش الاعتبار الحياه وما كنشوفوش واحد، ما كناش عاطين واحد القيمه، واحد لا فالور ديال هذاك هذاك لو مونطون، داك هذاك لو سالير ديالي اللي تناخذو. اوكي سي اكي، هاد حنا لي باي سي ا توت لي سيمين ولا ا توت لي دو سيمين، تنقول بون اوكي با جو بو ديبونسي، راه عندي لا سيمين بروشين ولا دون دو سيمين عندي، ما كناش دايرين واحد الاحتياط. دابا ولينا هذيك لا سور كونسوماسيون، بخلاف دول اخرى يعني العدد كان كيكون كان دائما في يعني في واحد الارتفاع بواحد طريقه يعني خياليه، وانهم هنا هما كانوا كيديروا ديكيراسيون، يعني كيقولوا داكشي اللي كاين في الوقت والحين، مقارنه ان دول اخرين. حنا يعني كانت عندنا اتصالات بدول اوروبيه اخرى اللي الاصابات ما كانوش كيعلنوا عليهم، لان كانوا عندهم يعني طرق متعدده سيا في البحث عن يعني عن الاصابات فين كاينين كيفاش. ما ايطاليا لا، كان يعني عندها واحد النوع ديال تو دو سويت كدير هذاك التحليل، في ساعه كتكلاسيفيكي بان هذاك الانسان راه دخل مصاب، شحال تشافى، شحال مات، يعني كان عند هذاك الشيء بواحد الطريقه يعني مدير. ان المستشفيات ما كانوش موجودين، يعني كان عندهم واحد الخلل يعني حتى في النظام ديالهم الصحي، مع انه يعني نظام صحي معروف عليه عالميا يعني من احسن النظامات، ولكن المشكله انهم ما كانوش مستعدين، يعني الاستعداد هو اللي كان هو المشكله اللي بدات. يعني حتى نقولوا يعني الحالات اللي تنقلت ليها الفيروس بسرعه كان شي مره حتى من داخل المستشفيات، يعني الطريقه باش انهم كيستقبلوا المريض ما كياخذوش بعين الاعتبار انه يقدر يكون مصاب، كيدخلوه في واحد المسار اللي يقدر هو يدوز 10 20 30 40 واحد
كله مثلا يعاديهم هذا الشيء، هما ما فهموا حتى بداو بشويه 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 تيتعاملوا وعندهم الكونتاكت دايركت مع المرض ومع الفيروس. تجربتي انا الخاصه، انا بحكم خدمتي يعني ما وقفتش، يعني المسؤوليه كانت مخليه انني ما عمري وقفت، ما عمري جلست في داري، ما عمري عرفت هذيك القضيه اللي انني مسدوده عليه في داري يعني. ولكن ربما لا امينه، المشهد ديال كل شيء ساد والمشهد ديال ان الدنيا مهجوره قاسي نوعا ما. هو قاسي نوعا ما، ولكن انت اللي كنتي كتمشي وكتخرجي وكتكوني في وسط يعني هذاك، لان بحكم يعني الخدمه ديالي كنتي كتكوني وسط الحالات يعني المصابين، كان كيعطيك اطمئنان ان الناس محتارمين سميتو، هي كتعطيك واحد النوع من كتحسي براسك فينا هي ديك الحريه، الناس كلشي خارجي، الوليدات الصغار، العجازه، يعني كل واحد لي سيرفيس تلقاي كلشي محلول. اي راه ماشي عادي، ما بين ليله وضحاها ماشي عادي، ولكن كيعطيك واحد النوع ديال الاطمئنان. انا وليت كنخاف دابا، يعني دابا ملي خرجنا وكنقول واخا الاصابات ما بقاوش، اليوم ديكلارو 126 اصابه ولا عندنا 6 الموتى في ايطاليا كامله، يعني الطريقه اللي كتشوف فيها الناس بحال نساو تناساو هذاك الشيء اللي مرينا به. لاحظنا بانه في واحد المرحله كان الخوف، خفنا من كوفيد 19، دخلنا الجورنا، درنا لي بافيت ديالنا، وبلوتو ديك الوقيته ما كانش لي بافيت، واحد كيغسل يديه، خارجين بورقه استثنائيه. يمكن كانت واحد الفئه اللي للاسف اللي ما امتثلتش، ولكن الفئه الاكثريه خافت ودارت الاجراءات اللي خاصها دير. واحد الوقيته كان نوع من التراخي، بحال ولفنا قلنا صافي هادشي اللي عطى الله، كوفيد 19 كاين. شويه من بعد اتونسيون، راه حنا ما كنتفلاوش، حنا مازال في مواجهه واحد الفيروس خطير. عاود زيرنا عاوتاني شي شويه الحبل عندك. ملي جينا للمرحله ديال غنخرجوا من الكونفينمون، الناس صافيات، الناس باغا تخرج، باغا تسافر، باغا ترجع لحياتها، اللي باغي يشري الحوايج، اللي باغي يمشي للبحر، اللي باغي يمشي للقهوه، اللي باغي يمشي عند الحجام، اللي باغا تمشي للصالون، اللي كل واحد شنو هو الهدف ديالو من بعد داك الكونفينمون اللي كيتسناه بفارغ الصبر. عرفنا بقيمه الاشياء البسيطه في حياتنا، هنا في كان التخوف الكبير. انا بغيت نعرف انت منى، شنو هي اول حاجه كنتي كتقولي صافي خاصني نخرج من الكونفينمون؟ وانت واش تحضرتي في دماغك باللي اتونسيون راه حنا مازالين في خطر، راه مازال مرحله الخطر ممكنه وممكن نعاودوا افير؟ جون سوي تري كونسيونت، وبديت كنبدل مي زابيتود دو كونسوماسيون. صراحه انا كانسان بديت كنفكر كيفاش نكون انديسبونسابل، لا موندغ دي شوز اسو كاينه ما كناش كنساليو ونعجنوا اختي. اليوم ولا شويه ديال الوقت افيك ميم لو ستريس، ولكن الواحد كيقلب يدير شي حاجه في ميزون باغ اكزومبل، لي سوان كان الواحد كيمشي يخرج على برا يتو واحد الوقيته توي اوبليجي دو بروندغ سوان دو توان تي ايماجين اون سو تريتي لا بلوبار دو نوتغ في، واحد الوقيته اون ديليغي لي شوز لي بلوز امبورطونط في حياتنا، الاشياء المهمه اللي كي في بارتي دو نو ديليغيناها واحد الوقيته. فاليوم وكانت واحد الامد دوزناه بحال هكذاك، يعني التغيير ما تقبلناش في الاول، فتخيل ما مقبلش التغيير وخايف من شي حاجه اللي ما عارفهاش، كتبدا تفكر في واحد القضيه وحده هي يعني انك خصك تبدل شويه لي زابيتود ديالك قد ما قديتي. ويلا لاحظتي الناس بداو تيفكروا في هاد المسائل هادي، سورتو كوتي ايجيان. انا عجبني الحال، فرحت حين ما بقيتش كنلقى الازبال في الزنقه، ما بقيتش كنلقى سي فري كو كتخرجي مضطره مجبره لا بطاله، ولكن تشوفي اتونسيون لو ماكسيموم.